الحمد لله، الحمد لله تفرد بعز كبريائه وتوحد بدوام بقائه، والله أكبر آنس بمعرفته قلوب أوليائه وطيب أنفاس الذاكرين بطيب ثنائه، والحمد لله أمن الخائفين بحسن رجائه، والله أكبر أسبغ على الجميع جزيل نواله وكريم عطائه، والحمد لله، والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه، ودلهم على ذاته ليعظموه ويوقروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تسبح له الذرات والمجرات، وتشهد بعظمته وجلاله الأرض والسماوات، وتخضع له جميع المخلوقات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أكرمنا بنبوته، ومن علينا ببعثته، وجعل ختم الرسالات في رسالته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الطاهرين عترته، والغر الميامين صحابته، ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه وسنته وسلم تسليما كثيرا لا حد لنهايته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. فكم من الأعمار أمضيتم، وكم من الأصحاب فارقتم، وكم من الأحداث عاصرتم، وكم من الفرص والمواسم أدركتم. والاجتهاد على قدر الهمم، ومن علم شرف المطلوب جد وعزم، حرص على الخلاص أهل التقى والإخلاص، وفرط مفرطون فندموا ولا تحين مناص. فبادروا رحمكم الله، فبادروا رحمكم الله إلى ما يحبه المولى ويرضاه، فكل امرئ مرهون بما اقترفه وجناه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الله أكبر، من جاهد نفسه ملكها، والحمد لله من عرف سبيل التقوى سلكها. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل صيامكم وقيامكم وتلاواتكم وصدقاتكم. الحمد لله ثم الحمد لله. ها هو المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والبقاع الطاهرة المقدسة، تمتلئ بالمعتمرين والزائرين وبالمصلين والمكبرين والعاكفين والركع السجود. تجلت في هذه الدولة المباركة، المملكة العربية السعودية، تجلت الأمجاد، واستقبلت واحتفت ورعت كل من كان على أرضها، رجالات الدولة وأجهزتها، كل في ميدانه وموقعه يقدم ويبذل ويجد. قدموا فأجزلوا، وتفانوا فأبدعوا. فتحت المطارات والموانئ البرية والبحرية لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين وقاصدي هذه الديار المقدسة والبقاع الطاهرة من الصائمين والقائمين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، تزاحمت الجموع والأفواج، الحنين إلى الرحاب الطاهرة، الحنين إلى الرحاب الطاهرة يغمرها، والإيمان يعمرها في أمن وأمان، ومنظومة خدمات عز نظيرها. فلله الحمد والمنة، في أمن غذائي
وأمن مائي وأمن صحي وأمن نفسي وأمن اجتماعي ورعاية بفضل الله تامة. تزاحمت الصفوف وتحادت الأقدام والمناكب، وأقيمت الشعائر تراويح وقيام وطواف وزيارة وصلاة في الروضة الشريفة. الله أكبر، ما سالت في هذه البقاع الطاهرة والدم الله أكبر ما سالت في هذه البقاع الطاهرة الدموع، والله أكبر ما اجتمعت في هذه الرحاب المقدسة الجموع. الحمد لله ثم الحمد لله. الدولة المباركة، الدولة المباركة بقيادتها الحكيمة، جعلت من خدمة الحرمين الشريفين شعارًا لا يتقدمه شعار، وبذلت بذلًا لا ينافسه منافس. يقول ولي أمرها وقائدها خادم هذين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه، يقول: إن من فضل الله وتوفيقه أن خص المملكة العربية السعودية دون غيرها من البلدان بشرف لا يضاهيه شرف، وهو خدمة الحرمين الشريفين والسهر على راحة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار. ثم قال حفظه الله: وإننا لنفتخر بذلك أشد الفخر، واستشعارًا للواجب المقدس، وقيامًا بهذه المسؤولية الشريفة نبذل كل جهد وفكر ومال، ونواصل الليل والنهار منذ قيام الدولة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مرورا بعهود أبنائه الملوك من بعده رحمهم الله. ثم قال أعزه الله: ونفتخر ونتشرف بمواصلة المهمة، وسنبقى على ذلك بإذن الله دوما. وقال حفظه الله: ومن نعم الله التي لا تحصى أن يسر في رمضان هذا العام أداء العمرة لملايين المعتمرين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وقد تحقق ذلك بفضل الله أولا ثم بالجهود المتواصلة التي بذلتها قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن تسهيلا لأداء عباداتهم والقيام بنسكهم. فالحمد لله ثم الحمد لله. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم. نهني أنفسنا ونهني قيادتنا ونهنيكم بما من الله علينا وعليكم من هذه النعم، فاقدروها واشكروها. الله أكبر، ما ولى مسلم نحو هذا البيت شطره وتوجه، والله أكبر ما قصده معتبر وحجه. عيدكم مبارك، لكم فيه بإذن الله وفضله فرحتان: فرحة الفطر وفرحة لقاء الرب، وفرحة هذا المظهر العظيم للوحدة الإسلامية في صيامها وفطرها وشعارها ومشاعرها، مع ما يرجى من الفوز العظيم برضوان الله ليعلي الله من شأنها ويعز أوطانها ويجمع على الحق والهدى كلمتها وينشر الخير والعيش الكريم في ربوعها ويحفظها من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. سبحانك ربنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا وأهلنا في الأرض المباركة في فلسطين والمسجد الأقصى وأكنا في بيت المقدس. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس المحتلين، اللهم اجعله في رفعة وعزة ومنعة وتمكين يا رب العالمين. اللهم احفظه من عدوان المعتدين اعتدوا على المقدسات واستباحوا الحرمات، دنسوا المسجد والأرض المباركة. اللهم ادفع شرهم وكف آذاهم وأبطل كيدهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله أكبر، نحمده على النعماء، والله أكبر، نستنصره على الأعداء. أيها المسلمون، مراعاة الفطرة
وملاحظته سجايا البشر خصيصة للإسلام ظاهرة، والحياة فيها المتاعب والآلام والمشاق والمصائب، فتحتاج فيها النفوس إلى مواقف تخفف عنها بعض هذا العناء والمعاناة، فلا يطغى على عيشهم النكد والهم، ولا يشغلهم الحزن والغم. والإسلام يحب أن يكون المسلم آلفا باسما مرحا خلوقا كريم الخصال حميد الفعال حسن المعشر، يجمع بين الجد والمرح وروح الدعابة وعذوبة المنطق وطرافة الحكمة، ضابطا أوقات الجد وأوقات المرح، مجانبا الإفراط والتفريط. ومن هنا أيها المسلمون، فإن الإسلام لا يصادم الفطرة البشرية وحاجتها إلى المرح والانبساط وكل ما يجعل الحياة باسطة طيبة متفائلة لا مكتئبة ولا متشائمة، وبخاصة في المناسبات كالأعياد والأعراس وأوقات التنزهات والفسح والإجازات. الله أكبر، عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، والحمد لله تفرد بالجلال وبالبقاء عزة وقوة وحكما. أيها المسلمون، إدخال السرور على قلوب الناس وإسعاد نفوسهم ورسم البسمة على وجوههم وجلب البهجة إلى قلوبهم أمر يدركه أصحاب القلوب الصافية النقية والنفوس الطيبة الودودة. إدخال السرور على النفوس قيمة عالية من قيم هذا الدين العظيم، وفي الحديث إن من أحب الأعمال الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم، أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو الشيخ والمنذري في الترغيب وإسناده حسن. وفي حديث عند الطبراني بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب الله ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. ولما سئل بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما بقي من لذاتك في الدنيا، قال: إدخال السرور على الإخوان. الله أكبر، تعالى ربنا، الله أكبر، تعالى ربنا عطاؤه جزيل، والله أكبر، تقدس إلهنا ستره على عباده جميل. معاشر المسلمين، والمرح والمزاح فيه إدخال السرور على القلب، ويستخلص به من السأم ويتخلص به من السأم والملل، وطرد الوحشة، وفيه طرد الوحشة وهم ودفع الهم والقلق وتأليف القلوب، فتنشط النفوس وتتهيأ لأداء الأعمال الجادة والأعمال الصالحة. ومن طبيعة الإنسان أنه ملول، والقلوب إذا كلت عميت، فلا بد من كسر حدة الجد والصرامة، وما يحقق التوازن لتسير الحياة وتتحقق الغايات. وقد قالت العرب: لا جد لمن لم يهزل، ويمتدحون الرجل بقولهم: شيمته الجد وفيه فكاهة. ويقول ابن قتيبة: وقد درج الصالحون والخيار من هذه الأمة على انتهاج أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبسم وطلاقة الوجه والمزاح بالكلام المجانب للقدح والاستهزاء. ويقول علي رضي الله عنه وهو المعروف بدعابته: روحوا القلوب وابتغوا لها طرائف الحكم، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ويقول الماوردي: العاقل يتوخى بمزاحه إيناس المصاحبين والتودد إلى المخالطين ونفي ما طرأ من سأم وحدث من هم. وقد قيل: لا بد من المصدور أن ينفث. الله أكبر، تحبب لعباده بإحسانه وعطائه، له الحمد والشكر، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن. أيها المسلمون، وكما أحل الله الطيب والطيبات والزينة والتجمل، فقد أباح المزاح والمرح والترويح. وحقيقة المرح والمزاح أنه مباسطة
على وجه التلطف والاستعطاف دون أذية، مزاح تطيب به النفس وتأنس به الروح وتجم به القلوب ويرفع به التكلف ويقرب به البعيد ويستأنس به المستوحش، ويكون المزاح بطرفة تستملح ونادرة تستلطف ودعابة تستمزج مما يبهج النفس ويستهوي القلب بما تحمل من ألفاظ ظريفة ومعاني لطيفة تدخل السرور وتجلب البهجة وتجر السعادة في صورة مشرقة متهللة. الله أكبر. نمد إليك ربنا أيدينا باحتياجنا ونضرع إليك بتسديد عوجاجنا. أيها المسلمون، والمزاح سنة مشروعة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره، وفعله صحابته من بعده رضوان الله عليهم، ثم التابعون ومن بعدهم من خيار الأمة وفضلائها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. رواه أحمد في مسنده بإسناد حسن. ويقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكه الناس إذا خلا مع أهله. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان. ويقول عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرى مزاح أصحابه ويسمعه وربما شاركهم. ومما يروى أن صهيبا رضي الله عنه كان به رمد في إحدى عينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأكل تمرا وبك رمد؟ فقال: يا رسول الله إنما أمضغ على الناحية الأخرى. ويعلق الماوردي رحمه الله على هذا الخبر بقوله: وإنما استجاز صهيب أن يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزاح في جوابه، لأن استخباره عليه الصلاة والسلام كان يتضمن المزاح، فأجابه بما يوافق مساعدة لغرضه وتقربا من قلبه. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه فمرة في مزاحه مع أهله أن عائشة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها، والخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذروا عليه الدقيق. تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت لسودة، وهي ضرتها وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: كانت بيني، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، فقلت لها: كلي، فأبت، فقلت: لا تأكلين أو لو لطخن وجهك. تقول عائشة: فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يد سودة وقال لها: اغطخي وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عمر رضي الله عنه فقال: يا عبد الله، يا عبد الله، فظن أنه سيدخل، فقال: فقوما فاغسلا وجوهكما. تقول عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى في مسنده. الله أكبر. نصر عبده وهز جنده وهزم الأحزاب وحده. معاشر الأحبة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين ومن بعدهم سلف الأمة رحمهم الله، كانوا أعلم الأمة وأفضلها وأخوفها لله، ولم يمنعهم صدق أحوالهم وطيب سرائرهم من المرح والمزاح من دون أن يؤثر ذلك على جديتهم وحسن سيرتهم واستقامتهم. يقول أبو بكر ابن عبد الله المزني: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، أي يتراشقون ويترمون، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وقد كان الصحابة يمتدحون المزاح مع الأهل ويكثرون منه مع أهلهم دون أن يروا في ذلك ما ينقص المروءة أو يتنافى مع كمال الرجولة والوقار وحسن التدين.
يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ينبغي للرجل أن يكون مع أهله مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. وكان عمر رضي الله عنه يقول لجلسائه: أحمضوا رحمكم الله، أي أفيضوا بما يؤنس من الحديث والكلام الطيب الجالب للسرور. وابن عباس رضي الله عنهما يقول لأصحابه: إذا ملوا في الدرس حمضونا وميلوا إلى الفكاهة وهاتوا من أخبار العرب، فإن النفس تمل كما تمل الأبدان. الله أكبر، ما أكرم الصائمين بجزيل الثواب، والله أكبر، ما أذن لهم بلبس جميل الثياب. معاشر الإخوة، أما التابعون ومن بعدهم رحمه الله، فهذا الإمام الزهري رحمه الله إذا سئل عن الحديث يقول: أحمضوا واخلطوا الحديث بغيره حتى تتفتح النفوس. وكان ابن سيرين رحمه الله يضحك ويمزح حتى يسيل لعابه ثم يقرأ: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال عطاء بن السائب: كان سعيد بن جبير لا يقص علينا إلا أبكان بوعظه، ولا يقوم من مجلسنا حتى يضحكنا بمزحه. وطاووس بن كيسان رحمه الله وهو من كبار التابعين حديثا وفقه وزهدا، وقد وصفوه بأنه كان مع الصبي صبيا ومع الكهل كهلا، وكان فيه مزاحة إذا خلا. وبعد، رحمكم الله وحفظكم وهنأكم بعيدكم، فالمزاح خلق يحبه الناس لأنه وسيلة للترويح عن النفس وإذهاب الهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغار والبغال والحمير ليث ركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، ما تعاقب العيدان، عيد الفطر ويوم الحج الأكبر. والله أكبر، ما أشرقت شمس هذا اليوم الأغر. الحمد لله الجليل قدره، المجيد ذكره، والله أكبر النافذ أمره، والدائم إحسانه وبره، والحمد لله الواجب حمده وشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو العلي الأعلى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وله الأسماء الحسنى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نبي الهدى ونذير الورى، ذو السيرة الطاهرة والأخلاق الآسرة والمعجزات الباهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أزكى الناس أخلاقًا وأوسعهم حلمًا وأقربهم رحمًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا جمًّا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، الإسلام بمنهجه العدل ونهجه القويم الرحيم قد ضبط خطام جنح النفس للمزاح ومرح بضبط يحقق من المصالح أرجاها ويمنع من المفاسد أدناها وأعلاها، فشرع من المزاح والمرح ما كان سالما من المساوئ والعيوب. يقول النووي رحمه الله: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه صاحبه، فإنه يورث قسوة القلب ويغفل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. ومما نبه إليه الغزالي رحمه الله قوله: من الغلط العظيم أن يتخذ المزح حرفة، لأن الجد هو صفة المؤمن العاقل، وما المزاح إلا فسحة لاستمرار النفس في أداء واجبها ومسؤولياتها. ويقول سعيد بن عاص في وصيته لابنه: يا بني اقتصد في مزاحك، فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ السفهاء، والاقتصاد فيه بالكلية يبغض إليك أصحابك ومنسيك، وليكن بمقدار ما يحصل له
لهم به من الأنس بك من غير إفراط. ومن هنا يا عباد الله، فإن المزاح المباح ما خلا من سب الدين أو الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب والغيبة والنميمة والسخرية من الآخرين، واتخاذه عادة يداوم عليها أو يكون في ترويع المسلم أو إخافته، وظهور الشحناء والبغضاء وإيقاد نيران الفتن مما يذهب الهيبة ويقطع الرحم ويهدم الصداقات ويورث حقد القلوب. كما ينبغي أن يراعي المازح الأحوال وطبائع النفوس وأمزيتها، فما كل أحد يرتضي المزح ويقبله، كما ينبغي مراعاة مقامات الناس ومنازلها. الله أكبر، إيمانا بكماله وعظمته، والله أكبر تسليما لحكمته ومشيئته، وطمعا في كرمه وجنته. أيها المسلمون، اتقوا الله واعلموا أن العيد مناسبة كريمة لجلب السرور وتصافي القلوب وإسعاد النفوس، مناسبة لغسل أدران الحقد والحسن والحسد وإزالة أسباب العداوة والبغضاء. إدخال السرور شيء هين، تسر أخاك بكلمة أو ابتسامة أو ما تيسر من عطاء أو هدية، تسره بإجابة دعوة أو زيارة. أين هذا ممن قل نصيبه وغلظ طبعه، ممن هو كثير الثياب قليل الثواب، كاسي البدن عاري القلب، ممتلئ الجيب خالي الصحيفة، مذكور في الأرض مهجور في السماء عياذا بالله. فافرحوا وامرحوا وادخلوا فرحا على كل من حولكم، فالفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. التمسوا بهجة العيد في رضا ربكم والإقلاع عن ذنبكم والازدياد من صالح أعمالكم. بهجة العيد في رضا الوالدين وحب الأخوة وصلة الرحم وإطعام المسكين وكسوة العاري وتأمين الخائف ورفع المظلمة وكفالة اليتيم ومساعدة المريض. فاهنوا رحمكم الله بعيدكم، والزموا حدود ربكم، وصوموا عن المحارم طول دهركم، واعلموا أن من مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد على الطاعة وإتباع الحسنة الحسنة. وقد ندى بكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأن تتبعوا رمضان بست من شوال، فمن فعل ذلك فكأنما صام الدهر كله. تقبل الله منا ومنكم وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أكبر أنشأ وبرى، والله أكبر أبدع كل شيء وذرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر ما أنعم ربنا من الفضل والخيرات، والله أكبر ما أفاض من الآلاء والبركات. هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واليوم هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه للحق والهدى، وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظنا من شر الأشرار
وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا هذا العيد، اللهم أعد علينا هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة طيبة سعيدة في عز الدين والأمة واجتماع الكلمة والقبول والمغفرة إنك جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.